ويز للطيران، وما أدراك ما ويز للطيران. يقولي إخوان السعوديين إذا إن شاء الله بيجربون هذا الطيران الاقتصادي. قبل ما نتكلم أي نقطة، نقول إن الطيران الاقتصادي تجد به نقص بالجودة وقلة بالخدمة وضياع بالأمتعة وعدم انضباط بالمواعيد وأحيانا إلغاء الرحلة. هذا تنطبق لويز أو غيرها لويز. جت السعودية بإذن الله عز وجل تنطلق منها هذه الرحلة، رحلة طيران ويز لمناطق مختلفة إن شاء الله خلال الأيام القادمة بإذن الله عز وجل. ولكن حبيت أنبه بعض الأمور ممكن يستفيد منها. أنا سافرت بطيران ويز أكثر من مرة والحمد لله ما صار لي هذه المواقف، ولكن بعض الأخوة علقوا على بعض التغطيات أو التصوير اللي أنا صورته قبل عن طيران ويز أنهم واجهوا إلغاء للرحلات، واجهوا ضياع للأمتعة، واجهوا كل شيء. نقول ما ذكرت قبل أن طيران ويز فيها إيجابيات وسلبيات مثل أي طيران من الطيرانات، ولكن خليك أنت ذكي وواجه هذه المخاطر. أما من وجهة نظري أنا أقول أن طيران ويز طيران اقتصادي، فيه نقص في الجودة والخدمة وضياع الأمتعة وعدم الانضباط بالمواعيد وأحيانا ألغاء الرحلة وسوء المعاملة، لأن التعامل أصبح بقدر الفلوس اللي نحن ندفعها. ذكرت هذا قبل في تيوبات قادمة. أقول مرة ثانية في تقييمي أنها غير منضبطة جدا بالمواعيد الإقلاع والوصول، بمعنى أنكم كونوا حط في بالكم أنكم إذا وصلتوا هناك ما تكون عندكم أي ارتباطات، مثل ما أنت تشوف الطيارة تتقلب يمين يسار حتى ما يتقلب فيكم الأمور ونزولها حتى في المدرجة الآن، كذلك احتمالية إلغاء الرحلة في آخر لحظة. اقرأ الشروط وانتبه، لأن طيران الاقتصادي يعتمد على عدد المقاعد المحجوزة، وتتهرب من التعويضات، تتهرب من ملاحظاتكم. هذا الإنسان ينتبه، لهذا أحرص على أن تدفع بالماستر كارت. دير بالك أنك تحجز في أي غير بطاقة عشان الماستر كارت تجبرهم استرجاع المال، وخدمة العملاء عندهم جدا سيئة باللغة الإنجليزية أكثرهم، وعدم الرد على الناس، ما عندهم أي وسيلة، كل الوسائل الموجودة مقطوعة، يعني الوصول إليهم صعب جدا، ولكن تقدرون توصلون لهم. هذه من الإيجابيات والسلبيات، تحتاج منكم جهد لطلب حقكم. فلا تغامر لو كنت مع عائلتك أو مرتبط بحجوزات فنادق أو أعمال أو غير ذلك. نقولكم إجازة سعيدة ونزول الحمد لله وصل آمن مع الاضطرابات الموجودة في نزوله وتقلب الأحوال الجوية في نزول الطائرة واللي تشوفونها. هذه حال طيرانات الاقتصادية ومنها طيران ويز. لو لاحظنا انتقادات الناس كثيرة لها، وأي استفسار عن طيران ويز أو أي معلومة تحتاجونها تعالوا لنا عن طريق الانستغرام أو سناب شات. يا مرحبا وسهلا فيكم، يشرفنا أن نعطيكم تجربتنا مع هذا الطيران، وإن شاء الله تكون إجازة سعيدة. هي اقتصادية، حاول أنكم تسافرون أكثر من دولة في خلال هذا الطيران، ولكن خلوا في بالكم النقاط اللي ذكرناها ونقاط كثيرة ذكرناها في مقاطع أخرى. أسأل الله عز وجل يوفقكم لكل خير. هذا الطيران موجود في دولة الإمارات، موجود في عمان، والحين إن شاء الله في السعودية ودول العالم ينقلكم لأوروبا بسعر رخيص، ولكن انتبه واحرص.